الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أذكر نفسي وإياكم بآيتين من كتاب الله تعالى، ولكن قبل الدخول في هاتين الآيتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وكان جالسا مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فجاء ثلاثة نفر، وانتبه للحديث ده كويس جدا، لأنه ما في زول الآن في الناس القاعدين ديل إلا والحديث ده هو بيدخل فيه، يعني الزول الموجود ده بيدخل في واحد من الأصناف الجات في الحديث ده، حديث في البخاري، إلا ما شاء الله. قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ دخل ثلاثة نفر في المسجد، فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها. في واحد لقى له محل قريب، الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث في الصحابة، فقعد يسمع، ونظر الآخر فاستحيا فجلس خلف المجلس. في واحد تاني على الليون قال: والله الناس ذي الكويسين، واستحى فجلس خلف المجلس، قال: أنا ما بشبهن، أو استحى من الله سبحانه وتعالى، وده فيه خير برضه. ونظر الثالث ثم أعرض، الثالث على اللون وأعرض ما دار يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة؟ جاء الوحي من السماء، لأن الله تعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، ذول فيه خير دار يسمع الدين، أوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر اللي استحى فاستحيا فاستحيا الله منه، ده برضو الله بيرحمه بيسمع من بعيد. هسي ما في ناس ملاوزين، والله بعين لك كذي من بعيد يقول لك: والله انا ده نسمع الدين، لكن رايتم لاوزين منكم. كويس، اسمع من بعيد كويس، تمام جدا، وبعد تعرف الحق شق الدرب، نحن دارين لك الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واما الاخر الثالث فاعرض فاعرض الله عنه، ده ما دار يسمع الدين، وزيديها هن وعيال بتتضايق من الآيات والأحاديث، وده والله الذي رفع السماء ما بيرتاح، ما يغشك الكوراك ده، واحدين شايلين دلوكة يدقدقوا تل تل تل، وقف المركب يا ريس، وقف المركب، خلي الشباب يركب، دار تغرقهم معاك انت مركبهم في المركب موديهم وين؟ والله انا دار افهم الحاصل، ده واحد بيجاي الثاني شغال، سيب الخرطوم أهم شيء وين؟ سيب أبقى مارق، الله يوفقك، توب إلى الله سبحانه وتعالى. الثالث بيجاي يغش في الشباب، وطبعا بيختاروا ألفاظ، الشاب عنده عواطف في قلبه، بعدين بيختاروا له ألفاظ معينة بتدغدغ عواطفه، لهيب الشوق ورحل الغمام وجواي نغم، كأنه جوا قلبه ده في أورغان، والله جواي وما قادر، تلقاه يبكي، إيه بتبكي مالك يا ود؟ والله الزول له هبش له حاجات جوا، هبش حاجات، يعني هبش شنو كذا، خليك واضح كذا، هبش شنو؟ والله الزول له ما أنا في حاجات كذي. بعدين هو شغال يسمع في الغنية وماشي بعيد وحزين جدا. يا أخي رب العزة والجلال قال: الله نزل أحسن الحديث، ده بغش فيك ساي والله،
قضب عليك زاي يغش في بنات المسلمين. واحد فنان كبير وليس فيهم كبير، بعدين فنان كبير عند الجماعة جابوه في التلفزيون قالوا يا فلان الفنان، قالوا أكثر شيء بيألمك وبحميك النوم شنو أكثر شيء؟ قالوا والله موقف بس. قالوا ليه الموقف ده شنو فنانه؟ قالوا يوم بغني لقيت بنتي بترقص مع أولاد، بس قال لهم الموقف ده حارقني جدا. هو بغني في الحفلة رقص بنات الناس، لما جات في بيته شغلة بقت له شنو بقت له مرة. وللأسف ده اللي بتلقاه الناس كبار، واحد تلقاه عمك كبير عجوز شايل له عكاز ولابس له نظارة ولما له بيجاي خمسة بنات وبيجاي ثلاثة أولاد وغني لنا يا فلانة وغني لنا يا فلان وهايل يا فلان وإت يا فلانة مصيبة. يا ود مصيبة بتاع شنو؟ مصيبة بتاع شنو؟ الله يهديك ويهدي فلانة. والله أنا بركب البص بجد العجب العجاب، وديل ناس في النهاية عندهم هوس وعندهم أشياء كثيرة هم واقعين فيها. تركب البص شغلوا غنية، تنتهي الغنية دي يجيبوا لك البعدة. مرة راكبين البص ماشي من هنا لكوستي جهات كوستي، شغلوا فنان والفنان ده مات في حادث في جهاد عطبرة رحمه الله، ما بتعرفوه بتعرفوه مات. تاني شغلوا فنان تاني، التاني ده سووا له الذكرى الخمسين للغنى بتاعه مات. الثالث شغلوه دبك الشباب ده شفت اللافين كثير منهم يبكوا لما سووا لهم طريقه زي الطريقه الصوفيه اسمها الحواته. والله شباب الحواته وما بعرف ايه، والركشه تلقى فيها صوره الفنان. وبعدين شغلوا الفنان بتاع الحواته ده غنى لهم شويه كلهم ماتوا. قلت للناس الجميع الناس اللي بيلقطوا في الاموات بيجيبوا فيهم في البص ده مالون. انتهى ده جابوا لنا بيت اشتغلت شويه، اشتغلت ست الودع ارمي الودع لي كشكشي، قمت كشكشت البص كله الله يتقبل. قمت عليهم قلت لهم يا جماعه وي السلام عليكم، قال عليكم السلام. قلت لهم الشغله كانت غنى وحرام وغش، لكن بعد ده خشت شرك بالله تعالى. ست الودع ده يدعى لعلم الغيب، ترمي الوداعية الودع ولا الوداعي ويقول له انت بتتزوج فلانة وبعد شهرين بيحصل لك كذي وبعد خمس سنوات بيحصل كذي الى اخره. المهم رقطوا بعض الفنانين والفنانات وانا تكلمت في البصر الله يتقبل، واسأل الله باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يجعل في هذا النفع لنا وللمسلمين. فالجرانا للكلام ده انه كثير من الناس وكثير من الشباب في اعراض قايل نفسه بيرتاح بالغنى، والله ما بيرتاح، لانه الله قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ذا في الدنيا وقيل عذاب في القبر ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. زول في جهنم دار ناغش دخلوا جهنم، بعدين قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. في كمان شباب قايلين الراحة في شغل الأمزجة، واحد تلقاوي يبدأ بشاي بعد شوية جبنة مشى شوية شوية تاني بعد شوية يسوي له كيس. العماري الممتاز هو لا عماري ولا ممتاز والله، تاني بعد شوية شوية يبقى شغال يسجر بيبدأ بحمرة طبعا زي الاسطوب بيبدأ حمرة
تاني بلفلفة تقلب خضرة زي الاسطوب تماما حمراء تاني خضرة ومعشق ماشي طوالي لقدام تمسكه من راسه تدخله تحت عادم بتاع ولا عادم بتاع موتر ولا عادم بتاع عربية امرق يقحقح ولك كيف تدخلني تحت العادم؟ العادم ما دخان وشغلتك دي دخان الفرق شنو كذا يعني انت تشرب في دخان انت بتأذى في نفسك والله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فديل مجموعة من الشباب واحد تاني تلقاه شاب ده بتاع كشتينة وضمنة وشغال اليوم كله مرة يقلبها كشتينة بعد شوية شغال يرصرص في الضمنة عمية وشغلته جد عمية واحد ثالث ده بجنبه ده تلقى همه كله شكله بس ما تعرف يا أخي الله وصف النساء في القرآن قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين دي صفة المرأة اهتم بالزينة كثير جدا وبعدين في الخصام غير مبين كلامه ضعيف جدا فده تلقاه برضو شاب همه بس شكله اليوم كله بس همه يشتري بنطلون تحت ضيق وفنيلة نص اليد ولابس له حاجة زي الغويشة مكتوب فيها صح وهي ما صح ولابس له سلسل بعد شوية يلم في شعره يبقى زي سفنب شغال بعد شوية البس له نظارة يجي ماشي بي عندك انت انت شاد حيلك وماشي تمام هو يجي بي عندك يعين لك من فوق لتحت اقول لك انتوا ناس دغمائيين جيتوا من وين انتوا جينا من هذه البلاد انا سوداني وسوداني انا ضمن الوادي فمن يفصلنا والله بعدين لله تعالى بعدين يقول لك هذه الاشكال الغريبه اجاد علينا والله يستر ديل بعد شويه يفجرونا نحن والله لا بنفجر زول لا بنضرب زول شايفين الشباب ديل فيهم خير وشايفين كثير من النسوان وكثير من البنات بيجنا المحل ده هن عندهم حاجه ناقصنا ناقصاهم هم ما عارفيننا ونحن عارفيننا شنو والله لأن العلماء ذكروا الكلام ده بل القرآن اللي هو ابن القيم رحمه الله قال في القلب خلة لا يملأها إلا ذكر الله وفي القلب شعث لا يلمه إلا ذكر الله شفت قال لك القلب ده فيه محل فاضية دي لو بقيت أغنى زول على وجه الأرض ما بتسد المحل الفاضي ولو بقيت أقوى زول ما بتزد المحل الفاضي دي ولو بقيت أوجه زول ولو اتزوجت أجمل امرأة ولو سكنت في أعلى عمارة ولو ركبت أحسن عربية المحل ده بكون فاضي ما بملاه إلا ذكر الله سبحانه وتعالى شكي رب العزة والجلال قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإنت تقبل على الدين بهذا الحديث الآيات الدار أتكلم فيها باختصار آيتان من كتاب الله وهاتان الآيتان من سورة آل عمران ودي بتعالج كثير من المشاكل الواقعين فيها الشباب والشابات في المحل ده وفي غيره قال الله تعالى زين للناس ده كلام موثق وكلام صدق وكلام خير جاء من أحسن القائلين ومن أصدق القائلين ومن أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. في هاتين الآيتين يبين الله تعالى زينة الدنيا ويبين نعيم الآخرة. قال لك الدنيا دي مزينة، بعدين قال لك فيها شهوات، وذكر لك الأموال والقناطير المقنطرة، ذكر لك الحرث، وذكر لك الأنعام، وذكر البنين. لكن أول شهوة بدأ قال زين للناس حب الشهوات من النساء، ودي أكبر عائق الآن، من أكبر العوائق في مسائل الشهوات بالنسبة للشباب في الدخول في الاستقامة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. ولك يا مولانا الفتن ما كثيرة، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إن الدنيا حلوة خضرة، أو قال الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. دي أخطر فتنة في جانب الشهوات. والمرأة ذاتها الشاب بالنسبة لها فتنة، والشاب المرأة بالنسبة له فتنة. فالمسألة دي فتنة. هو عزول يخشك يقول لك والله أنا الحمد لله زول تقي، النسوان ما بعمل اللي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قال أنا بعيني ما شفتهم لكن ذل بيخشوا النار. قال قوما معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء، قال الأوائل دي الناس ظلم حق عرين. أها، والصنف الثاني قال ونساء كاسيات عاريات لابسة، لكن كأنها شنو؟ عريانة. مميلات مائلات، مميلة لغيرها، بتخلي غيرها يميل، ومائلة هي في نفسها. قال رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت الناقة، كأسنمة، أسنمة جمع سنام، يعني قال لك رؤوس دي زي سنام شنو؟ الناقة. ودي تسريحة بسوّنها بعض البنات، تسريحة فوق والطرحة ميدوعة. أنا قبل شوي شفت الركشة الحمراء دي كانت مركونة هناك، الشباب ديل بيصلحوا في الميكروفون. جا ولد وبيت والدبرك وبيت عشوشة جو لافين بيجاي. بعدين أنا قاعد في الركشة، البيت مسكت الولد من يده، والولد اتلفت. أنا عرفت البلد دي جاي تساي والله. في النامش وقعدوا هناك جنب البحر لما يجون حوت ولا سمكة ولا قرموط يسوقون جوا، والله ناس غريبين جدا لافين في البلد دي، حيروك مرة واحدة. وأولاد قاعدين زي حجار البطارية اثنين سوا، معلش في ناس بيجوا بقعدوا راجل ومرته، لكن ديل تلقاهم محترمين بعيدين من الزحمة والجوطة وبعاد شديد. والأولى إنه ده يوديها البيت، لأن الله قال عن النساء وقرن في بيوتكن، لكن في بعض النساء الله داير بين خير بيجان يسمع عنه. والله هي بتجي عندها هوى في نفسها، تقوم تسمع لها كلمة تمشي تراجع نفسها وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله. واحد زمان اسمه الربيع ابن خثيم، الربيع ابن خثيم، بعدين ده كان في الغابة بيعبد الله سبحانه وتعالى. فالغابة جنب الكوفة، كوفة معروفة. فاجتمع بعض أهل الشر في الكوفة، قالوا لا بد أن نغوي الربيع، قالوا الربيع ده قاعد يعبد في الله سبحانه وتعالى، لا بد نغويه، نغويه يعني نضله. فذهبوا إلى امرأة بغي، مشوا لمرأة بغي، مرأة عاصية وجميلة جدا من أجمل نساء الكوفة.
فأعطوها مالا، فأعطوها مالا، قالوا لا شيلوا القروش دي على أن يصيب الربيع منك قبلة بس، قال لا القروش دي كلها شيليها بس هو يقرب منك. قالت ولكم علي أن يفعل، مش عابد كذا أنا بصله. فذهبت إليه هذه المرأة، مشت له بعدين وقاعد يعبد في الله. شوف الناس بيتسلطوا عليك هسي انت زول مولانا، يجوا ماشيين بي عندك يشاغلوك. انا مره في بحري ماشي في شارع، بعدين ماشي معاي واحد تاني ابو دقن، ماشيين في الشارع هاديين زي جنب بنات ثانويات عليم الرب، والمهم كبار عليم الرب، انا ما ركزنا فيهم شديد. الناس دي شاغلونا بعلامه الجوده دي، شفت بيت دقن دي والله الذي رفع السماء، قعدوا يكوركوا باللادن باللادن. قلت لها يا بنت احنا ما تابعين باللادن، احنا كان تابعين باللادن كان فجرناكم وفجرنا الامه دي. باللادن ديل مجارمة ديل دواعش، او ديل منهجهم منهج الدواعش. المهم انا ارجع لك، المره دي قامت مشت من الكوفه، مشت الغابه، فوجدت الربيع بن خثيم يعبد الله تعالى وحده براه وقاعد في الغابه، وهي من اجمل نساء الغابه، من أجمل نساء، من أجمل نساء الكوفة. بعدين قال فتعرت له، هي جميلة، فتعرت له ثم أخذت ترقص أمامه، فرفع رأسه فقال يا أمة الله. الزول ده كلام لما بقت ترجف وبكت ورجعت، قال فقال لها يا أمة الله كيف بك إذا نزلت الحمى في هذا الجسد، أم كيف بك إذا نزل بك ملك الموت، أم كيف بك إذا أدخلت القبر فجاءك الملكان. شفت العبارات القالة دي؟ قال فارتعدت وخافت وبكت ثم ذهبت إلى بيتها فتركت المال ثم أخذت تعبد الله تعالى حتى قيل عنها عابدة الكوفة، بقى تعبد مرأة من أعبد نساء الكوفة. ففي كثير من الشابات وكذي والشباب مرات بينهم وبين الحق بس يسمعوا كلمة، بس كلمة طيبة، لكن المجرم ده ما بخلي البيت تسمع، والله تلقى لها بتجمع قدر ما دارت ارخاضانة، ده يقول لا قلت لي شنو يا سوسو، يا زول بتجيك سوسة بتاكلك بتبدأ بيك وأعمل حسابك تبتلعب علينا ولا شنو. والله الذي لا إله غيره، أنا مشيت جامعة الزعيم الأزهري بدري قبل 6 ولا 7 سنة، بتكلم في بنات جو يسمعوا من بعيد، في شفاتة طلعوا من وين ما بعرفهم، جو أسمعي زول لك كده. قلت لها ود أنت عارف الله قال شنو؟ قال فما لهم عن التذكرة معرضين، الناس ذيل التذكرة ليه بيعرضوا عنا؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من قسورة، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمير شافوا أسد، القسورة أسد، يعني كأنهم الناس كأنهم حمر وحشية أو حمر أهلية وشافت الأسد طوالي تقوم تجر. فده حال مع الداعي الى الله تعالى، يجي فنان يغني الجماعة يتلموا، يجي يكضب لون وتجي فنانة تغني الجماعة يتلموا، والفنانة طبعا بتنسى، المرأة من طبيعتها بتنسى، باقي الغنية بتتم مناطق زي تبدأ لك غنية وبعد شوية تعديها لك اللاماب الفتيحاب غلبتها بتكون نسيتها، شفت كيف؟ بعد ذاك الجماعة بتلموا، لكن انت مجرد ما تيجي تتكلم في الدين الجماعة بفزوا. فدي الحاجة الأولى المفروض تفهمها، إنه الدنيا دي مزينة بالشهوات، والواجب على العبد أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى ربه ومولاه. أنت داير شنو؟ داير أكل؟ أي الله شرع لك تأكل حاجات كثيرة سمحة، والله أنا أستغرب زول يشيل لك كيس بتاع صعود، عشان مش لك للآية الثانية وفيها ذكر العقيدة الصحيحة والاستقامة
ثم نختم الكلام إن شاء الله تعالى. واحد الله بحلو يأكل باسطة ويأكل لحم ويأكل حاجات سمحة كثيرة جدا أشكال وأنواع، يخليها جد يتناول له كيس يدردم فيه ويخده في خشمه يا فوق يا تحت عليم رب. المهم السفة دي تمرقها تيدعها في الموكيت، تجي غرفة النوم بتاعته تيدعها في الموكيت، يقول لك انت زول ما راغي يا اخي، في سفة بيدعوها في الموكيت، يعني السفة دي ما يرضى يخطوها في الواطة ويرضى يخطوها له في خشمه. دفهم شو انا دار افهم بالراحة كده، الزول السفة ما يرضى يرموها في المشمع، المشمع بيمش فيه بيكون عيو ما يرضى يخطها في خشمه ويدردمها بلسانه، واحدين كمان بدر خبرة قدام شديد يدردمها بلسانه، ناس غريبين جدا. يقول لك بتوزن الراس يا مولانا، توزن الراس، توزن هو ميزان عجلة مفتول، هو الله خلق راسك ده مفتول بتوزنه بالسفة، وي دي دي بتفتل الراس، شفت السفة بتفتل الراس. واي زول ما مصدق شوف الناس اللي بيسفوا، شوفوا بس 200 الصبح اول ما يصحى تلقاه مغمض ما بيقدر يفتح، والكيس تحت المخدة بكون لاف بيده مسافة ما راسه تفتل، بعدين بيكون لاف بيده، بعد يلقى الكيس ومغمض، بعدها يدردمها مغمض حتى يخدها في خشمه حتى عيونه تبدأ ترقرق زي الكشافة، شوية شوية تولع. هسي ده ما فتل راسه، لكن انت ما بتسيف مما تصحى تقوم طوالي بين امر 2 ولا 1 بتنوط ووق بتبقى مارق ما في شيء، والله الذي لا اله غيره. فالدنيا دي يا جماعه والله زينه ساي، الله قال انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، كلها زخارف ساي، بيت تغش في الولد والولد يغش في البيت، وذاك سايق له عربيه مخدوع بها يشتريها بمليار وحاجه، بعد شويه يجي واحد بتاع رقشه من ورا يطق عليه يفتله، بعد شويه كذي تاني زخارف في البيوت، زخارف في الاشكال في وغيرها، ودي كلها في النهايه عليه زوال. شكي رب العزه والجلال قال لك بعدها قل أأنبئكم بخير من ذلكم، الله قال لك أأنبئكم بخير من ذلكم، الأخير من الدنيا شنو يا الله؟ للذين اتقوا عند ربهم، الزول البقى تقي والزول البقى تايب وراجع إلى الله سبحانه وتعالى، الزول العين للمعصية لكن لأنه بخاف الله بخليها عشان الله سبحانه وتعالى، ممكن يسمع غنية لكن عشان الله يوقف الغنى ويسمع قرآن، ممكن عايل فيلم لكن عشان الله بغض بصره لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة، ديل الحور العين قدام هناك في طبعا الناس قنعانين، يقول لك الجنة دي ده موضوع طويل والكلام ده خطير والله. واحد كان مدرسنا في مدرسة ثانوية، بعدين قال في واحد قاعد له مع عالم، قال له يا مولانا نحن الدنيا دي أصل ما شايل الله هم، شوف الزول ده كيف، قال له نحن الدنيا دي أصل ما شايل الله هم، حلال بناكل حرام بناكل غاتوا ابن جاسفة نمرق منا، والآخرة قال لي الآخرة ذات ما شايل الله هم، والكلام ده باطل، قال لي الآخرة ذات ما شايل الله هم، كان ما شفعت النبي دخلتنا الجنة صلى الله عليه وسلم رحمة الله واسعة، قال لي قال لي انت شايل هم لشنو؟ قال لي شفت الفرق البيناتن دي، بس انا الملاوز منا، قال شفت شغل القبر وشغل بعدين هناك في ضريب وكلام زي ده، دي لا فيه شفاعة لا بعد إلا رحمة الله، بس دي أنا قال لي الملاوز منا وكلام ما أنت تفكر في الآخرة، ما عند الله ما في ناس أقوى منك عاشوا في الدنيا دي وفارقوها، في ناس أوجه منك وفارقوا الدنيا، في ناس أغنى منك وفارقوا الدنيا، في ناس اتمتعوا ضحكوا وأكلوا وشربوا بس قاعدين في المغابر،
في حفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في سنن ابن ماجه وذكره الألباني رحمه الله تعالى، والله الذي رفع السماء، حديث يخلي زول يحامين نوم وكل سطر بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. قال أي منظر في الدنيا دي أنا شفته، أو ما رأيت يعني أنت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. تمش لك بيت مهجور فيه عقارب فيه دوابي، تقع لك في بير جوه تلقى لك مصيبة، القبر قال لك أخطر من الشغلة. فشكاية زول يستعيد للقاء الله تعالى، كيف يبقى تقي؟ باختصار يعمل حاجتين. الحاجة الأولى يطيع الله سبحانه وتعالى، والحاجة الثانية يبتعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. تطيع الله، وأعظم شيء تطيع فيه الله التوحيد، تكون موحد، دي أول نقطة تبدأ بها قبل ما تحلق شعرك وقبل ما تعمل أي شيء. توحد الله سبحانه وتعالى، تكون عقيدتك في الله تمام. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. السماء دي مش خلقها الله؟ أي. والأرض خلقها الله؟ أي. وإنت خلقك الله؟ أي. تعبد الله براه بس، والله الذي لا إله غيره. انت قال لسه اخواننا ديل بيتكلموا في الصوفية ليه؟ الصوفية ديل جابوا كطبات ما بتلقى ابدا الا عندهم قليل، والله بيجيبوا قصص شفتها في سبيستون ما تلقى الا عندهم. وانا سبديك امثلة، واحد ده زعيم من زعماء الختمية عنده كتاب اسمه النور البراق، والختمية عندهم تاني كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة. في النور البراق الشيخ قال: أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي. قال أنا جالس فوق العرش، وتاني قال الغيب ده كله بعرفه تفصيلا وإجمالي، كله تفصيلا وإجمالا كله بعرفه. قال يعني عشان كيف تلقى بعض النسوان امشى للشيخ يقول له: أبويا الشيخ أي عندي ذهب، ذهب سرقوه، هشوفه لي وين، هو شاير له سبحة ومولع له بخور شغال ور فكيبها بلي. بعد شوية يجيب لها كضبة يقول له: والله ذهبك ده بيجي بيجي، لكن كذا خدت البياض. يا زول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا، وفي رواية كاهنا أو عرافا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه الله نزل عليه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عشان كده الشباب أول شيء تبدأ به عقيدتك تبقى في الله تمام. إياك تعتقد إنه في غير الله بيعلم الغيب. يا أخي الله قال: وعلم آدم الأسماء كلها، علموا الأسماء في تفسير ابن كثير أسماء الأشياء، يعني قال: الذي شجرة وده جبل وده بحر وده كذي وده كذي وده كذي، علموا الأشياء أسماء الأشياء. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فالغيب ده حق الله براه سبحانه وتعالى. الختمية ديل ذاته، واحد اسمه عبد الله العيدروس ده جابوا له كرامات، قال: من كراماته
أنه دخل عدن، عدن في اليمن، دخل عدن فقال: يا سماء أمطري لبن فإني في عدن، فأمطرت لبنا. قال للسماء: يا سماء أمطري لبنا فإني في عدن، فأمطرت لبنا. السماء اللي بيتكلم معاه منو يا ناس؟ السماء. واللي بيأمره تمطر منو؟ الله سبحانه وتعالى. ده قال الشيخ بتاعه اسمه عبد الله العيدروس، قال للسماء أمطري لبنا، قال السماء كر جابت لبن، ما معروف لبن بقر ولا غنم ولا لبن بودرة، عليم ربهم. قالوا جابت لبن طوالي، يعني تخيل انت ماشي في الشارع تجيك جمادة في رقبتك، المطر شغالة. ده دين يدان لله تعالى به؟ هسه في زول عاقل بيصدق كلام زي ده؟ تجيب لبن من السماء عديل كذي؟ والله الذي لا إله غيره. كتاب اسمه ليك سلام مني، ده حق البرعي. في ناس قاعدين يصرخوا اليوم. ذاك قبل سنة ولا سنتين كنا ساوين حلقة هناك، جو يصرخوا، بعدين جاء واحد سكران الشغلة جاطت ودونا القسم تاع الحتانة، سجنونا قريب 32 نفر، دخلونا جوا. أنا تكيفت جدا من العساكر، تعرف ليه؟ لأن الضابط زول فيه خير ملازم، قال للصوفي انت مالك؟ قام الشباب قالوا ليه والله الزول اللي جاي ناقش زولنا ده اللي واشروا لي انا. قام قال لي اقف في جاي، قعدني في جاي، قال للصوفي اقف في جاي. قلت له بس سويها مناظره الليله بديهم 6-0. قلت له بعدين بدوا المناظره، سالني اسئله الملازم جاوبت عليها بدي بالصفحه، بقول للناس اللي قالوا كذي في كتاب كذي صفحة كذي، والكلام ده مخالف للقرآن لأنه الله قال كذي. لما انتهيت تكيف جدا الملاذ، قام قال للصوفي هاتكلم والله الناس ديل. قال لي يا زول عندك صفحة كذي ولا ما عندك؟ ده الملازم ذاته. قلت له والله يا جناب وأنا متكيف منكم جدا كذين، احنا انتهينا منكم انتوا العساكر، دخلنا على المساجين ديل نشتغل فيهم دعوة. فتحوا لنا الزنزانة، خشينا جوا لقينا واحد كاتل مرته. قلت له انت تعال تعال انت شفت، طالما قتلت مرتك دي الله يدينا ويديك، تعال نشتغل فيك دعوة، انت بتكون اقوى واحد فيهم. اشتغلنا فيه دعوة، بقى اي زول داري كورك بس ده بيجي بيصر عليهم كذي بسكته طوالي. قلت له تمام انت خليك قاعد كويس جدا. بعدين اشتغلنا في الباقين، الله يتقبل دعوة والناس عرفت الحق. اليوم الثاني الظهر فكونا، تلون الله يتقبل وسلام عليكم. فانا ما مملاوزين من شيء، ما تفتكر صوفيه بيجوا بكوركو سايب. انا والله تدخلنا السجن نتكيف جدا، نشتغل دعوه جوا، تودينا كوبر بنلم في الناس الكتل وديل، بنورينا العقيده والتوحيد بعضهم يعني. تخلينا هنا بنشتغل فيك دعوه، اصلا احنا ابتلاء، ابتلى الله بنا هؤلاء الخلق والله الذي لا اله غيره، لكن في النهايه دارين الخير للناس ما اكثر من كذي، ولا دارين الناس يبقوا معانا، بل دارين لهم الخير، يخلونا نحن ويخلوا الصوفيه ويخلوا الجماعات كلها يبقوا مسلمين مستقيمين. اياك تبقى في طريقه. البرعي في كتابه لك سلام مني قال في كرامه. الكرامه شنو يا البرعي؟ قال في شيخ اسمه يعقوب ابن احمد الصليحابي، الكلام ده صفحة 40-44. قال يعقوب ده تلميذ أحمد الطيب البشير شيخ السمانية. بعدين قال جاءوا تلميذ من تلاميذه، من تلاميذ يعقوب ده، قال لي يا شيخ أنا عندي 6 بنات، بنات 6 وأريد ولدا ذكرا. قال لي عندي 6 بنات دار لي ولد شنو ذكرا، مش مفروض الشيخ يقول لي بسأل ليك الله؟ بسأل ليك الله؟ لا لا ما قال لك كذا. قال له أحضر لي واحدة منهن في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر. قال لي شفت يوم الجمعة الصبح بعد صلاة الفجر، جيب لي واحدة من البنات 6. قال فذهب فاختار واحدة منهن فأتى بها. عائل للبنات 6 تار لي واحد فين؟
دي بكون جنعان منها، بتكون بتنوم كثير وما بتقوش كويس. قال لا تعالي شغل هذه هناك. قالوا يجيبوا بيت. بعدين قال جابوا البيت. قال فأخذ الشيخ يذكر الله بشدة، سخن سخن في الذكر. أوك الفتة متوم حمتنا النوم، كر سخن في الذكر لسان الحال يعني. قال ثم تلا قول الله تعالى يمحو الله، الآية دي ما محلها طبعا، جاب شغل زاي. قال ثم تلا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الآية تفسيرة في تفسير ابن كثير، يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ ذاك ما بيمسح منه لحكمة، لحكمته سبحانه وتعالى. فقال ثم مسح على البنت فقلبت ولدا. البت من بت قلبها شنو؟ ولد. قام البرعي ألف القصيدة وقال فيها ليه سلم يا ولد القلب البت ولد، بت قلب ولد. هسي لو جبنا له الركشة دي قلنا لا أقلبها نيسان بس بيقدر، خلي بت الله جابها انتايا، انت تقلبها ذكر، انت شغال معارضة مع الله تعالى ولا شنو؟ وبعدين البت دي، البت دي يوم القيامة يندوها شنو؟ البت دي يوم القيامة يندوها شنو؟ أنا داير أعرف. والبت دي لو مخطوبة خطيبة ده يقبل وين؟ والله دي ما أسئلة الزول بيسألها ودار يفهمها، دي كلها هوس شغال. وفي واحدين بيتعصبوا لهم ساعة طبعا، يقول لك أنا شيخي ما برضى فيه، وشيخي أنت مفروض ما ترضى في الله سبحانه وتعالى، لأنه ديل الله بيقول لهم في القرآن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الله قال لك ما تنادي غيري، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هم بيقول لك إنا بخضب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. وإسماعيل ده الغفير بتاعه ضبحوه، جابوه في جريدة الدار أفشل جريدة سودانية. بعدين جابوه قال ضبحوا الغفير وإسماعيل ميت، ما قدر يحمي غفيره، يحميك انت من الحلفاية تناديه يا إسماعيل الحقنا وافزعنا، مصايب كثيرة واقعة في البلد دي والله الذي لا إله غيره. واحدين قالوا الشيخ بدي الجنة. البرعي ذاته عنده كتاب اسمه أعلام الطريق، جايبين فيه صورة البرعي ذاته. قال كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل، كم أدى طفل كباشي. البدي الطفل منو؟ كباشي ولا الله يا ناس؟ قال تعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. والله وادقس ودي المرأة للشيخ قول لها الشيخ كذا الدين جنة. يا زول في زول بيقرب قولك ما تقرب البيضة من الحجر ولا شنو ولا الانتاية من شنو من ودبرك، ما تقربون سوا. والله دي مصيبة كبيرة جدا، زول يشيل مرته يوديها للشيخ ولا أبو يا الشيخ أنا دار لي جنة، والشيخ يقول لا دخلها جوا هاك التراب ده أكشحه في المنطقة الفلانية، بيكشح التراب والتراب بيملأ خشمه. دي بتلعبوا بالدين يا ناس ولا شنو يا أخ؟ والله الذي لا إله غيره، بدي جنة وبيعمل ايه وبجيب الرايحة وابنزل مطر وبلاوي كثيرة ومصايب في البلد دي. عشان كذا اقوى مخلوق يمشي على وجه الارض هو الذي يوحد الله تعالى. شوف مثل ده وهابية قال وماشي الله يديك، لكن ليه عربية بدل يشكر الله سبحانه وتعالى شغال وهابية. طبعا وهابية دي ما بقولوها لنا الا الناس اللي احنا مسخنين نوم. والله هذه الناس العاديين يقول لك يا مولانا جزاكم الله خير، بيكون ده متكيف ودارس مع الدين. والله لكن زي ده بتكون مسخنة معاه ضوالي، بيقول لك
وهابية جو والوهابية مشوا. انت ما قلت شيخك بينفخ كذا انفخنا جلالي ابن ما شزا ينفخنا التزيتي وياه والله الذي لا إله غيره ملبسنه الحجبات والولد ملبسنه كمون ويقول لك بتحفظه من العين والولد تلقى ريالته ليه ركبته هسي ده بدي عين منه ذاته مصايب في البلد دي ولد يقول لك ده بتحفظه من العين يا أولاد الجماعة ذلك الخواجات وكذي ولد ولا عين ولا شيء هي العين فيه لكن ما بخافوا منها انت العين دي تتحصن تسأل الله سبحانه وتعالى ينجيك والله قول بيحفظك مش حجاب ولا كمون ولا حاجة تعلقها في نفسك شكرا رب العزة والجلال قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وده أعظم شيء تحققه تاني بعد ذاك تجي للمعاصي فواحد انت عارف بتاع سيليزيون في الشعبي بتاع سيليزيون عديل بعدين لقى أعمامك كذي واحدين بيبيعوا في حجبات بدري خدت السيليزيون وبجيهم واحد كان داعي ياسين حرف كان بيجي بقول لهم وحدوا الله وكذي وكذي بعدين زولك ده بيشرب في السيليزيون خدت القطعة في خشمه امدخ في السيليزيون جاب بتاع الحجبات ما قادر يمشي قال لي ما بسوّن أي شيء ومشى طوالي والله قلت ليتها خير من ده وده ما شارب سيليزيون لكن انت أخير منه لأنه عقيدتك عارفة في ابنه عقيدة في الله سبحانه وتعالى يخزول قدر الضربة البس له حاجة قدر الطبلة وقلت أحميه حجاب بتاع محبة حجاب بتاع سكين حجاب بتاع طلق حجاب بتاع رزق ويبيعوا بالقروش حق رزق ويبيعوا بالقروش هسي دي كيف يعني يقول لك تلبسوا الرزق بيجيك وتلقاه للظهر ما فطر تقول ليه انت فطرت لا يقول لك لسه ما ترزقنا وحجابك ده بيشتغل 200 انت ده بتبيع فيه ولا شنو انا داير اعرف لما واحد سمعته هناك في 17 قال في حجاب بتاع نملة قال النملة قدر كيف يلبسوا لا حجاب بس اتقل النملة ولا الحجاب ناس كسلانة واي شيء يخوفها لانه العقيدة بقت ما في الله لو السفنجة مقلوبة يقول لك صلحها صلحها ما تقلبها علينا لو جات كتاحة ساي يرجفوا لو السين انكسر يدعوها فوق يا الشمس ادي سن الغزال اديني سن الحمار يا اخي في شمس عندها سنون ما كان عضت القمر في شمس عندها سنون كلام كله هوس وعقائد منحرفة وبلاوي واقعين فيها كثير من الناس خوفون والله تبقى صوفي اول شيء تصدق اي شيء تصدق سمك جيب لبن تصدق واطاء تنبت كوكولا تصدق سحلية متبرجة فار قاطع نص كديسة عاقبة والدية تصدق اي شيء والله نمرة واحد اثنين بتبقى زول خواف تخاف من ضلك الصوفية بخوفوك من اي شيء ابويا الشيخ بيتبين فيك وبغير فيك وبيعمل لك وبسوي لك كلها شغل مضرة شيخ يجي عندك عتان تربي فين وتتدين تجيب في القش يقول لك جيب عتوت ولا بقلبين حجار من عتو يا عتو شوف شغل المضرة والله حجارة عديل يا تجيب عتوت يا بقلبين حجار انت وقت بتقلب ما تقلب الحجار عتان وشيل لك عتوت بس انت ليه تقلب لي التاريخ وجهرنا انا داير عارف المضرة دي لزومة شنو مضرة في البلد ومصائب واقعين فيها كثير من الناس وغشوا الامة وخدعوا الامة اي زول غلبته الشغلة شفتها يجيب له شوال بتاع خيش يقعد له في غرية بعدين اخدت له برازيلة وقصبة وبرطمانية مفتوحة ولملم له كم كيس كذي وتراب ويجي بعد ذاك يجي بيعلون دعود بتاع محبة في محبة بجيبوها بيعود دعود برطمانية بتاعت كذي واحد قال لي لقيت واحد بتاع عيدان شغال ببيع للناس ده عرق بتاع كذي قال خليته غفل قلت شلت لي عرق من الواطساي رميته في نص عروقه قال بعد غفل اتلفت قال بعد ذاك اتلفت علي قلت لا اسمع العرق ده حق شنو
وقال انا رميته ذاته. قال قلت له العرق ده حق شنو؟ قال قبل كذا. قال له ده حق نزلة. قال له يا اخي انزلت يعني تخطيت وانا ذاتي يا اخي، طب تلعب علينا ولا شنو يا اخي؟ حق نزلة كيف يا اخي؟ ده انا جبت ذاتي براي. واتينا في حي الروضة لو اخواننا ديل بيبيع في الحاجات دي. بعدين قال دي كرامات ابونا الشيخ المكاشف ولا الكباش ما بعرف. وخدت صفته لابس مرة جلابيه اشتروها جديده ويرجعوها، فهم غريب ذاته جلابيه بيرجعوها لما تنشرط. المهم بعد ذاك بيبيع وخدت صفته. قاموا قالوا له دي شنو؟ والله قال دي بركات ابونا الشيخ. كان قال لي اهو الصفه دي برضه بركات ابونا الشيخ؟ لا لا. قال استغفر الله. توف واصل في حاجاته. يا ناس دي كلها مصايب. وباسم دين الاسلام خليك زول شاب قوي وزول اسد. زول قال لك بتبين فيك قول له تبين طوالي، سوي اي شيء قول له. اقرا آية الكرسي دي بتنسف اي جن لافع على وجه الارض، بس شفت آية الكرسي وتتحصن الصباح وتتحصن بالمساء. تاني لا شيخ لا شيطان لا جان، تكون ماشي في الارض دي من اقوى خلق الله سبحانه وتعالى. وعقيدتك تكون في الله تمام. اثنين تبتعد من المعاصي، اي معصية تبعد منها. والله الذي لا اله الا هو، ابتداء من تأخير الصلاة. ما بتصلي صلي، لانه من اسباب عذاب القبر تأخير الصلاة وترك الصلاة. حديث اختم به هذه الجلسة واسأل الله يتقبل منكم جميعا. حديث في صحيح البخاري عن سمرة ابن جندب ابن جندب رضي الله عنه قال كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقص له الرؤيا فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. قال كان الرجل بيجي بيقول له أنا رأيت في المنام، رأيت في المنام كذا وكذا، الرسول يفسر له صلى الله عليه وسلم. يوم الرسول عليه الصلاة والسلام هو ذاته حكى لهم رؤيا، قص لهم رؤيا. قال أتاني الليلة آتيان، قال لهم في النوم جوني ملكان، أتاني الليلة آتيان فأخذا بي فقالا لي انطلق. فانطلقنا. أرجو الله أسمع الحديث ده، وده في البخاري حديث صحيح. قال فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه. قال واحد راقد والثاني شايل له صخرة بيقوم بيضرب بالصخرة رأسه بالسلخ بتهرس، فيتدحدح الحجر فيذهب فيأتي به فإذا برأسي قد نبت، تاني راسه يرجع. قال فقلت من هذان؟ ديل منو الاثنين ديل؟ فقالا لي انطلق انطلق. من هذان؟ أي هذان الرجلان. فقالا لي انطلق انطلق. فأتينا على جبل وعر، جبل وعر، فقالا لي اصعد. قلت لا أطيقه. قالا اصعد وسنسهله لك. قال فصعدت فرأيت نساء معلقات من أثدائهن، ورأيت أشياخا ورجالا ونساء على مثل التنور. التنور ده فيه فرم أعلاه ضيق وأسفله واسع، يعني زي الجدرة، وتحته نار فإذا اشتعلت ضوضوا. قال النووي ضوضوا يعني صاحوا، يعني ناس جوا حاجة زي الجدرة فرم والنار بتشتعل فيه رجال ونساء وأشياخ، أشياخ يعني كبار في السن. فقلت من هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فأتينا على نهر من دم، نهر تاع دم.
قال: وإذا فيه رجل يسبح وآخر قائم على شاطئ النهر يأخذ حجارة فيلقمه في فاه كلما اقترب من الشاطئ فيلقمه في فاه، فقلت: من هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فأتينا على رجل قال مقرض بالمقاريض من أشداقه، مقاريض بتاعة حديد من شفته السفلى إلى بطنه ومن شفته العليا إلى منتصف رأسه. قال: فقلت: من هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. في نهاية الحديث قال له كما قال، قال له: أما الرجل المضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يصلغ بها رأسه فهو الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. الأذان شغال ويسمع الأذان وينوم، والصبح يمش، والظهر يمش، والعصر والمغرب والعشاء ما بصلي أو بآخر الصلاة. ده من أسباب عذاب القبر. والله الناس تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. في شباب ما بصلوا قالين الشغلة دي سهلة جدا، ولك ما الله غفور رحيم، شغلة دي خطرة جدا، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. بعد ذلك ذكروا أشياء أخرى. قال: فقال لي: وأما النساء اللاتي علقن من أثنائهن والأشياخ الذين على مثل التنور والرجال والنساء فهم الزنات والزواني، يعذبون في قبورهم في حياة البرزخ، فهم الزنات والزواني. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعذبون جوا، لكن الزول إذا تاب وصدق في توبته الله بيتجاوز عنه. قال: وأما الرجل الذي يذبح في نهر من دم وآخر يلقمه في فاه في فيه الحجارة فهو آكل الربا، يأكل الربا في الدنيا. وأسي قاعدين يتحايلوا في مسائل كثيرة من مسائل المعاملات، يمشوا للبنك وتمويل أصغر، ويمشوا يجيب لنا فاتورة ودارين كذي، لخبطة كثيرة جدا شغالة في البلد وفي غيره. آخر شيء: وأما الرجل المقرض بالمقاريض من فمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فهو الرجل يكذب الكذب فتطير في الآفاق، تنتشر، يقوم يقول له نكتة للناس، ضحك الناس. وواحد جاء من كذي ما بعرف وحصل كذي، والجماعة قح قح قح، يضحكوا وتنتشر لآخر الدنيا، واكتبوها في الواتساب. ناس بتكتب ساي شغلها ماشيين ساي، في ناس بالين ساي في الدنيا دي، والله باركوها ساي ماشيين باركوها بس. يا زول بتتورط اعمل حسابك، والله الناس مجاسفين الحياة ساي. ولك والله نكتة ظريفة كذا نرسلها للمجموعة، انت عارف هذه كذب ساي، كذب كذب على الأمة، وضحكوا الناس مين ومين يجيبون في البص، ضحكوا الجماعة والعوض والجركانة، ناس أهلنا وأهلكم وغيرهم، ويثيروا في أشياء نعرات ومصائب كثيرة، نعرات قبلية وغيرها، كلها مصائب عشان يضحكوا الناس. وسيسألهم ربهم سبحانه وتعالى إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فالناس تترك المعاصي، تترك الذنوب، تتوب إلى الله، تشك دربك، تستقيم حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. إذا مد الله في الأجال نأتي إن شاء الله تعالى الجمعة المقبلة ويتواصل يعني هذا البيان وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله ينفع بها كثيرا من خلقه أو بعض خلقه. نسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.